السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله من النقطة اللي إحنا انتهينا بيها المرة اللي فاتت. إحنا كنا المرة اللي فاتت بدأنا نتكلم عن عناصر الرسومات الأساسية. إحنا ممكن نضيف أي عنصر رسم، وممكن نعمله البروبرز بتاعته، وممكن نمسحه عن طريق إن إحنا بنعمل ديليت للإليمنت ده، أو بنعمل بكل بساطة استعمال المفتاح ديليت من على الشاشة، أو بنستعمل الأيقونة اللي هي اكس اللي موجود عندنا ديليت فوق على المنيو بتاعنا. هنرجع تاني نتكلم على، احنا كده اتكلمنا على الرسومات. طب احنا ممكن نستعمل الرسومات في ايه؟ ممكن نستعمل الرسومات ان احنا نعمل اي شكل مفيد عندنا على الشاشه يمثل جزء من العمليه. فور اكزامبل، لو انا بستعمل عربيه مثلا بتتحرك، العربيه دي فور اكزامبل هيبقى على مثلا عجلتين، وممكن العربية دي هنتحرك من نقطة لنقطة، فاحنا ممكن نعمل مجموعة الرسومات بتاعتنا كلها عن طريق البروبرز بتاعتها بتاعت الموفمنت. هتبدأ تبان عندنا في الانيميشن اللي هي مثلا الهوريزونتال موفمنت، هتبدأ تتحرك بناء على كونديشن. فلما يتحقق الكونديشن هيظهر قدام مني على الشاشة المجموعة دي بتتحرك. هنبدأ ندخل في منطقة تانية خالص بقى. الرسومات زي ما قلنا ان هي مجرد شكل بيساعدني على التعبير عن شكل المكنة، عن شكل عملية معينة بتتم، على أساس إن شكل الأنيميشن ده ممكن في بعض الأحيان بيبقى مؤثر، خصوصا لو الأوبريتور بتاع المكنة بيبص من بعيد فممكن يشوف أكشن قدام منه على الشاشة، أو ممكن أعمل بيه تمثيل لشكل المكنة اللي موجودة عندي لو أنا بستعمل شاشة كبيرة، ونعمل بوزيشننج او نعمل بلوتنج لكل نقط الماكينه على الرسم. فيبقى اللي بيبص للمكنه عارف بالظبط مكان الحاجه فين، ولما بنيجي نعمل مينتنس او نعمل سوبرفيجن للمكنه بنبقى عارفين احنا هنروح فين بالظبط. الجزء الثاني اللي احنا هنبدا نتكلم فيه اللي هو ادخال البيانات. ادخال البيانات ازاي ادخل بيانات عندي الى السيستم بتاعي. طبعا اهم بارامتر عندي في ادخال البيانات اللي هو ادخال البيانات الرقميه. ادخال البيانات الرقميه اللي هو هيكون عندي في الانبوت اوتبوت فيلد، جاست ان انا بعمل كليك عليه وباجي انقله بيظهر عندي بالشكل اللي موجود عندي، بيظهر خانه. الخانه دي اللي هي بروبرتيز، البروبرتيز دي هي اللي احنا هنبدا نبص عليها نشوف ايه اللي احنا بنشكله في البروبرتيز دي. اول حاجه في البروبرتيز عندنا بالنسبه للانبوت اوتبوت فيلد اللي هي الجنرال. الجنرال بروبرتيز دي اللي هي الحاجات اللي موجوده بشكل عام اللي احنا نقدر نحددها في الاليمنت اللي موجود عندنا. اول حاجه النوع بتاعه، هل النوع ده هل هو انبوت فقط، ولا هل هو اوتبوت فقط، ولا هل هو انبوت اوتبوت. يعني انا ايه انبوت؟ انبوت يعني انا بدخل البيانات عندي في الشاشه او في الاتش ام اي، ومفيش طريقه للريد باك من البي ال سي، يعني ما اقدرش اقراها من البي ال سي، لكن القيمه عندي بتتقرا من البرنامج بتاع الشاشه وتتنقل بعد كده للبي ال سي. بعد كده انا بجيب الداتا بتاعتي بحطها فين؟ الداتا دي هنقلها لايه؟ فور اكزامبل انا هنقل الداتا بتاعتي اللي هي نقول انتجر 2 او انتجر 3. انا التاج بتاعي هبقى انتجر 3. السايكل اللي هي مرات نقل البيانات، طبعا انا عندي كده الانبوت ده اصبح انتجر. هبص على الشاشه عندي لانه انتجر خلاص، انا عندي في فورمات بعد كده اقدر ادخل هل في هو النوع ايه، يعني هل هو نوع البيانات عندي، هل هي ديسيمال، هل هي تايم، هل هي باينري، هل هي اكس ديسيمال. فانا طبعا عندي الانتجر بيبقى ديسيمال. الفورمات باتر انا هدخل البيانات بتاعتي بشكل ايه، هل هتبقى خانه واحده، خانتين، ثلاثه، اربعه، خمسه، على اساس ان الخانات الفاضيه بتتمثل بصفار على الشاشه. هلا لو انا بستعمل ديسمال بوينت، طبعا ديسمال بوينت لو انا بستعملها في حاله الارقام العشريه، لكن انا هنا طبعا عندي بستعمل رقم صحيح، فيفضل ان انا ما افكرش خالص في الديسمال بوينت طالما ان انا بستعمل رقم صحيح. طيب انا ممكن تاني هنعمل البروبرتس بتاعت الاليمنت، هندخل على البروبرتس بعد كده اللي هي بتمثل الشكل بتاع الاليمنت بتاعي. هل التكست كلر، اللون بتاع التكست كلر واللون بتاع الباك جراوند اللي موجود عندي، هل هو ترانسبيرنس ولا سوليد؟ هل انا عندي بقى بالنسبه للبوردر، انا هعمل مستطيل حوالين البوردر ولا هشيلها؟ فانا ممكن اعمل
سوليد وهعمل اللون فهتبدأ تظهر عندي بهذا الشكل. بعد كده عندي اللاي اوت، اللاي اوت بيقول لي انا الحاجه موجوده فين، يعني الاليمنت بتاعي ده اللي انا حطيته موجود فين، مكانه في الشاشه. وده ممكن اظبط الاليمنتس مع بعضها بالظبط، بيكسل بيكسل في البوزيشن بتاعها والدايمنشن. لو انا حسيت ان في اختلاف في اللاي اوت، او ان انا ممكن اعمل اوتو سايزنج. طيب اوتو سايزنج بيتحرك على حسب التكست اللي موجود عندي، يعني لو التكست بتاعي 4 بيتس هيبدا على طول هو يتحرك يبقى على قدر الاربعه بالظبط. لكن لو انا مش هعمل الاوتو سايزنج بيبدا هو ياخد الديفولت بتاعي ان انا ابدا اتحكم فيه واغير فيه. التكست، حجم التكست اللي انا هستعمله، حجم التكست اللي انا هستعمله الفونت بتاعي ايه بالظبط. انا ممكن استعمل اشكال من الفونت المتاحه، حجم الفونت، الستايل بتاعي هل هو سيمبل ولا ايتاليك ولا بولد، ولا ممكن اعمل اندرلاين او الحاجات العاديه بتاعت الفونت اللي احنا بنظبطها في اي برنامج. الالاينمنت، هل انا ممكن اعمل الالاينمنت بتاعي في نص البوكس اللي موجود عندي ده، او في نص الخانه بتاعت الداتا، او يمين او شمال، نفس العمليه في الطوب ولا في البطن، حسب ما انت بترتاح في الشغل او حسب الوضع اللي انت شايفه انت بتبدا تختار التكست هيعمل ايه. لو انت عايز تعمل فلاشنج للكلام ده بتعمل فلاشنج مفيش مشكله خالص، بحيث ان الالمنت بتاعك بيبقى يعمل فلاشنج. هل هتعمل ليميتس ولا لا؟ لو انت القيمه بتاعتك زادت على الليفل بتاعت الليمت هتبدا تعدي تعمل لون. لو عدت الليمت، لو قلت عن الليمت هيبقى اللون بتاعك، او اثنين ليمت موجودين هنا، لو انا تحت الليمت هيبقى باللون الاصفر، لو انا فوق الليمت هيبقى باللون الاحمر. طبعا هنا زي ما قلنا المره اللي فاتت دي اللي هي بتاعت الاليمنت في الشاشه اللي احنا موجودين فيها. لو انا عايز اعمل سكيورتي، سكيورتي هنعمل ايه؟ سكيورتي يعني انا ممكن اعمل الاوبريشن بتاعتي يبقى انيبولد او هيدن انبوت. انيبولد لو انا هعمل مفيش حد، او الليفل اللي هيظهر ليه الاليمنت ده، الليفل اللي هيظهر ليه الاليمنت او هيبدا يتغير، انا ممكن ابدا احدد هذا الكلام بناء على الليفل بتاع السكيورتي اللي احنا هنتكلم فيه في مرحله جايه ان شاء الله. دي الحاجات البروبرتيز العامه بتاعتنا اللي موجوده اللي احنا بنتحكم فيها في الشكل بتاع الاليمنت اللي موجود عندنا. نبدا ندخل بعد كده على الانيميشن. الانيميشن ان احنا بنبدا نتكلم على عمليه ربط تغيير شكل الاليمنت اللي موجود عندنا، او الحركه بتاعته، او ان انا اعمل له انيبل او اعمل له فيزيبيليتي بناء على كونديشن معين. انا هبدا اعمل اي واحد من دول انيبل هيبدا يطلب مني ان انا ادخل تاج، ويبدا بناء على الكونديشنز اللي موجوده على التاج عندنا، زي ما اتكلمنا على هذا الكلام تيبيكالي في اللاين او في الحاجات اللي هي بتاعت الرسومات البسيطه، نفس الكلام بينطبق عندنا. يعني انا ممكن اعمل الاليمنت ده فيزابل، او هبدا احدد التاج عندي واقول ان هو هيبقى فيزابل ولا هيدن بناء على كونديشن معين، وليكن بوليان 5. لو القيمه بتاعتي طبعا ده بت، لو القيمه بتاعتي اصبحت فور اكزامبل 0 هيبقى الرينج بتاعي هنبدا نحدده هيبقى فيزبل ولا هيدن بناء على الكلام اللي موجود عندنا. نبقى نعمل مثلا لما نقول القيمه، طبعا هو لو البت 1 بت اللي هو البوليان اللي موجود عندنا، لو اصبح قيمته بواحد هيبقى هيدن، لو اصبح قيمته بصفر هيبقى فيزبل بناء على الكونديشن اللي موجود عندنا، لان هنا ما عنديش رينج. لو انا هستعمل انتجر او حاجه ثانيه غير الانتجر هيبقى عندي القيمه هيبقى في رينج للقرايه. نيجي بعد كده على الايفنتس. الايفنتس ايه اللي هيحصل؟ يعني انا اول ما هغير، لو اول ما هدوس على الاليمنت دوت ايه اللي هيحصل؟ الايفنت لو عامل اكتيفيت او دي اكتيفيت، اكتيفيت يعني هقف على الاليمنت او هدوس عليه. لو انا عندي شاشه بستعملها، لو عندي ماوس بعمل كليك عليها، لو انا بتحرك بفانكشن كي او غيره، اول ما ببدا اتحرك على الاليمنت دوت ايه اللي بيحصل؟ لما بعمل له اكتيفيشن ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن على سبيل المثال يبدا تنفيذ فانكشن من الفانكشنز بتاعت الوين سي سي، اللي هي عدد كبير جدا من الفانكشنز متاح عندنا. يعني زي ايه؟ ممكن على سبيل المثال انا يعني عايز ادخل البيانات الرقميه، وانا عندي الشاشه ما فيش فيها كيباد ادخل فيها الارقام، فممكن اعمل اكتيفيشن لكيباد تظهر عندي على الشاشه، او اعمل كيبورد تظهر عندي على الشاشه ادخل منها البيانات. في بعض الشاشات بتدعم هذا الكلام، وفي بعض الشاشات ما بتسمحش بيه ان انا اعمل كيباد ادخل منها البيانات، خصوصا البيانات الرقميه اللي موجوده عندي. ممكن ان انا اعمل في دي اكتيفيشن ان انا اخرج، ممكن ان انا اعمل ترانسفير. ترانسفير يعني ان انا انقل، اول ما اعمل الكلام ده ممكن انقل البيانات بتاعتي للبي ال سي،
يعني انا هعمل انقل الداتا بتاعتي سواء كانت سيف داتا ريكورد او اعمل ايا كانت الوظيفه اللي هقوم بيها، ممكن اعمل بيانات ان انا انقل البيانات بتاعتي اخزنها او ان انا انقلها للبي ال سي او اعرض داتا من البي ال سي. يعني ممكن اقول له لود داتا ريكورد او سيف داتا ريكورد او اقول له امبورت او اكسبورت، يعني لا انقل الداتا بتاعتي او هات الداتا اللي موجوده عندي، او ممكن اجيبها من البي ال سي او انقلها للبي ال سي. يعني ممكن اقول له سيت داتا ريكورد للبي ال سي او هات الداتا ريكورد دون من البي ال سي. وفي حاله الدي اكتيفيشن نفس الكلام، طبيعي جدا ان انا لما اجي اخرج منه لما اجي استدعي عنصر لو هو انبوت او اوتبوت هقول له هات لي البيانات اللي موجوده على البي ال سي. لما اجي اخرج من الاليمنت ده واتنقل لاليمنت تاني انا ببقى محتاج ان انا انقل الاليمنت بتاعي الى البي ال سي. في عندي حاجه ثانيه برضو اون فينش انبوت، لما اخلص الانبوت بتاعي ايه اللي ممكن يتم؟ كان عندي بس قبل كده دي حاجه جديده موجوده عندنا في الفيرجنز الحديثه، ان انا مش الاكتيفيشن بس والدي اكتيفيشن، يعني انا كمان بعد ما خلصت، يعني بعد ما دخلت القيمه بتاعتي فور اكزامبل ودخلت انتر، لو انا بدخل من كيبورد فانا ببدا اعمل بعد ما اقول انتر خلاص انا خلصت البيانات بتاعتي، حتى لو ما خرجتش من الريكورد بتاعي جاست ان انا دوست انتر خلاص بتتنقل القيمه للاليمنت اللي بعد كده. قلنا ممكن ان احنا يبقى الكلام ده انبوت وممكن يبقى انبوت اوتبوت. فور اكزامبل الاليمنت الثاني اللي قدام مننا ده هنعمله انبوت اوتبوت وممكن يبقى اوتبوت بس. طبعا الانبوت اوتبوت بتاعنا ده بيمثل من اهم العناصر اللي موجوده عندنا اللي احنا بندخل عليها البيانات الرقميه. طيب انا لو بدخل بيانات مش رقميه عايز ادخل مفتاح، فور اكزامبل كل الماكينات اللي موجوده عندنا بنشغلها فور اكزامبل بستارت ستوب بوش باتون، فمتاح عندي الاليمنت اللي هو باتون ان انا ببدا او سويتش الباتون ان انا ببدا ادخل البيانات بتاعتي، وبنشوف ده موجود عندنا كتير جدا في ماكينات. بنبدا نتعامل معاه برضو سيم بنفس النظريه. اول حاجه هنبدا نبص على الجنرال بروبرز بتاعته. الجنرال بروبرز بتاعته بتبقى عباره عن ايه؟ اول حاجه هنلاقيها عندنا اللي هو الباتون مود. باتون مود يعني ايه اللي هيظهر على الباتون اللي موجود عندي؟ هل هيظهر عليه تكست ولا هل هيظهر عليه جرافيك؟ يعني ممكن احمله صوره ولا هيبقى انفيزبل؟ هيبقى في لاير معينه هيظهر عندي الاليمنت بتاعي. انا فور اكزامبل هبدا اعمل تكست عشان اكتب عليه ان دور فور اكزامبل ام اون. هاجي للجزء الثاني بعد كده، لو انا هستعمل تكست، لو انا هستعمل تكست هلاقي عندي موجود خانتين للتكست، يعني لو انا الحاله بتاعته اوف ايه اللي هيظهر عليها؟ فور اكزامبل هعمله اون. طب لو هو اون خلاص بقى التكست اون هعمل عليه ايه؟ في بعض الناس طبعا بتسيب الخانه دي مش مختاره، وبعض الناس خلاص بتقول لك ان انا هسيب الاليمنت بتاعي زي ما هو مش هعمل فيه اي تغيير بنفس التكست اللي موجود عليه. إيه لو انا هعمل تكست ليست فانا هبدا اعمل تكست ليست بناء على تاج، وهبدا بعد كده اختار حسب قيمه التاج هيبدا التكست يتغير عندي، يعني ممكن يكون نفس المفتاح ولكن عليه اكتر من تكست بيظهر في نفس الوقت. طب لو جرافيكس، جرافيك خلاص يبقى انا ببدا اعمل احمل صوره من مكان معين، الجرافيك زي ما انا عايز بحط الصوره اللي انا عايزها، ممكن اختار صور او ان انا اجيب صور من اللايبراري بتاعتي. طيب لو انا بعمل جرافيكس اون هيبقى امتى؟ هتبقى مرتبطه ب لما يبقى حالته اون ايه؟ يعني لما يبقى حالته اون ولما يبقى حالته اوف. ونفس الموضوع ممكن اعمل جرافيك ليست ان انا اختار صوره حسب الليسته اللي هتبقى موجوده عندي. الحاله الثانيه اللي هي البروبرتس، البروبرتس هتبقى خاصه بالمظهر بتاع الاليمنت اللي موجود عندي، الاليمنت اللي موجود عندي ايه اللي هيحصل فيه؟ طبعا الشكل بتاعه، الفور جراوند، اللون بتاع الكتاب اللي هتبقى عليه، الباك جراوند بتاع الالوان اللي عليه، الفوكس كولر لما هقف على الاليمنت هيبدا يظهر عندي لون داخلي، لون داخلي مستطيل داخلي بحيث ان انا يبين لي ان انا واقف على الاليمنت ده، هل هعمله 3 دايمنشن ولا هعمله فلات؟ اللاي اوت مكانه فين؟ ممكن اعمل اوتو سايزنج على قد الكتاب اللي انا كاتبها بالظبط. التكست انا هكتب التكست بانهي ستايل بانهي فونت بحيث ان انا بتحكم حسب حجم الباتون يبقى شكل التكست مقبول بالنسبه لي. الفلاشنج ممكن اعمل المفتاح اللي عندي ده يعمل فلاشنج بين لون وغير لون بحيث ان هو يتغير حسب اللايرز زي ما شفنا قبل كده ان احنا ممكن يبقى اللاير في الابيرنس. ممكن السكيورتي مين اللي يعمل يدوس على المفتاح ده ويقبل منه بحدد الليفل ده، يعني ممكن مفاتيح معينه ما يحصل لهاش حد يدوس عليها وتبقى اكتف الا لما
يوزر معين يستعمل او يدوس على هذا المفتاح ويكون لوجن داخل البرنامج. طيب الانيميشن، الانيميشن انا لو بربط الاليمنت بتاعي ده او المفتاح، احنا بعض المفاتيح في الكنترول بنحط عليها لمبه، اللمبه دي ممكن تديني اكتر من تاثير باشكال مختلفه، ممكن يبقى فلاشنج، ممكن يبقى لون، حاجات كتير جدا. فاحنا نفس الكلام اللي اتكلمناه قبل كده ان احنا عندنا الابيرانس، ان ممكن اغير اللون الفور جراوند والباك جراوند اكوردنج تو التاج الموجود عندنا، ممكن اعمل انيبل او لا، يعني الاليمنت ده يبقى موجود او لا بناء على كونديشن معين. فور اكزامبل مفتاح الستوب بتاع الموتور ممكن ما طلعوش يبقى باين غير لما يبقى الموتور ران، مفتاح الستارت ما طلعوش غير لما يبقى الموتور ستوب. عمليه الحركه الاليمنت ده ممكن احركه، نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، المجموعه دي موجوده في كل العناصر تقريبا بتاعه الانيميشن اللي موجوده، اللي هي هتلاقي الابيرنس والانيبل والموفمنت، سواء كانت دياجونال قطريه او كانت هوريزنتال او كانت راسيه او كانت دايركت موفمنت او ان العنصر يبقى مرئي او غير مرئي. لكن المفتاح بالنسبه لنا الوظيفه الرئيسيه ليه هي ان انا لما ادوس عليه ايه اللي يحصل؟ انا لما ادوس على المفتاح ايه اللي يحصل؟ فالتاثير بتاعه هيبقى في المجموعه بتاعه الايفنتس. الايفنتس عندنا اللي هي ايه اللي يحصل؟ ايه الحدث اللي مبني على الاكشن اللي انا هعمله؟ ممكن ان انا ادوس كليك، ايه اللي ممكن يحصل؟ انا ممكن اربط الاليمنت بتاعي المفتاح ان هو يعمل بيتس داخل البرنامج، انه ممكن يعمل انفرت للبيت لما اعمل كليك عليه، انه غير لي حاله البيت اللي موجوده عندي، اذا كانت 0 يعملها 1، اذا كانت 1 يعملها 0. ممكن يكون بيت انتاج، التاج نفسه ممكن يكون انتجر او اني هاو، مجرد ان انا هدوس عليه هيعمل لي انفرت ليه، ممكن يكون ريسيت. اول ما ادوس على الاليمنت عندي اللي موجود هيعمل عمليه ريسيت لبيت معينه، او يعمل ريسيت لبيت انتاج. فور اكزامبل عشان الموضوع يبان عندنا هناخد تاج من الحاجات الانتجر اللي موجوده عندنا، فور اكزامبل اللي هو انتجر دبل انتجر، هنبدا نعمل البيتس. البيتس اللي موجوده عندنا هنختار رقم البيت ولتكن فور اكزامبل البيت رقم 10. يبقى انا جاست اول ما هدوس على المفتاح عندي هنا هيعمل ريسيت للبيت انتاج، هيعمل ريسيت للبيت 10 في الدبل انتجر 5. طيب البريس مجرد بضغط المفتاح بس ما سيبش الثانيه، مجرد بضغط يعني كان انا بالظبط بعمل امبلس للضغطه بتاعتي، لكن البريس انا ممكن ادوس وافضل هولد، وهنا اول ما اشيل ايدي من على الكيبورد او ما اشيل ايدي من على البطن اللي موجود عندي على الشاشه هنا اكتيفيت، اول ما بدوس على المفتاح واعمل له اكتيفيشن وافضل عليه ايه اللي يحصل؟ او اتغير منه هنا في حاله التشينج اني واي، يعني انا دوست عليه او سبت ايدي عليه، اي حاله من الحالات اللي موجوده عندي دي الحالات اللي متاح عندي. الحاله بتاعتي ممكن تكون من التغيير من الى، يعني لو انا دوست عليه يعمل اون، لو انا دوست عليه اوف، كلها في النهايه خالص هتترجم انا ضاغط على الاليمنت ولا لا، والتاثير اللي هيتبني عليه اللي هو بيبقى مجموعه من الفانكشنز دي اللي هيدينا ان شاء الله تفصيل في المره الجايه او في الفيديو الجاي ان شاء الله. هنبدا نتكلم على الفانكشنز دي قبل ما نكمل في بقيه الاليمنتس ان شاء الله. هنكتفي بكده ان شاء الله وهنكمل مع بعض المرات الجايه. هنفكر ان احنا النهارده بدانا نتكلم على الرسومات ازاي استعملها وان انا ممكن اعمل بيها شكل على الشاشه، وسائل الادخال والاخراج سواء كانت رقميه او كانت بوليان، ان انا بستعمل اون او باتون زي البوش باتون اللي احنا بنستعمله بالظبط، وتغيير البروباتس اللي احنا ممكن نستعملها في العناصر اللي احنا بصينا عليها النهارده. السلام عليكم.